صبايا اليوم صلصتنا بندورة، خيار وخس. طبعا هذا الخليط الأولي لسه في عنا درسن بدنا نعمله مشان نحطه عليها. الدرسن نعمل هون نص كاسة زيت بلدي، عندي هون بصل أخضر، حبة أفوكادو، حبة فلفل رومي. شايفين صبايا عندي هذا الصوص، ليمون أخضر وفلفل، بدي أحطه على الخليط وبنخلط. هون بدنا نفرغ الخليط اللي عملناه. صبايا هون انا بدي املح السلطه لاني ما ملحتها مع الدرسن، وبدي ادير الدرسن عليها. شوفوا شوفوا شوفوا، شفتوا كلياته بجنن الريحه مثل ما بحكوها سطع سطع. بدي احرك الخليط بس احطها في الطبق بصورها لكم.